كانت عصابات بشار الأسد أطلقت النار والقذائف على الهون على المنازل والصواريخ من بكير منذ الصباح تصف علينا على الحي المريجي. كيف بيقولكم وينكم يا عرب؟ وينكم؟ كل يوم عم يصير في قصف علينا. شوفوا الحريقة، شوفوا شو عم يصير الأهالي بالبيوت. حسبي الله ونعم الوكيل، منذ الصباح عم يضرب علينا قذائف وصواريخ هون. الله يفقك يا بشار يا عرب. يا طالب البيوت عم تحترق والنسوان. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا يا عالم، قذائف من بكير على حي المريجي 16/3/2012. الله اكبر عليك يا بشار. شوفوا عصابات بشار الاسد شو عملت، من بكير ضرب علينا بالهون. حسبي الله ونعم الوكيل. صواريخ مرفعيات دبابات 72. شوفوا بعيونكم، شوفوا بعيونكم الخراب والدمار اللي فتوا عصابات بشار الاسد جراء القصف على الحي. الله يوفقك يا بشار. 16/3/2012. وينكم يا عرب؟ نحن عم نقصف بالهوم وبالصواريخ. شوفوا شو عم يصير فينا، صواريخ. الله اكبر، اسمع الصوت، اسمع شو عم يصير فينا، قصف على حي المريجي. الله اكبر، حي المريجي باب سبع تقصف. 16/3/2012. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا يا عرب، البيوت عم تحترق، المنازل. خمس باب سبا 16/3/2012. اطلاق قذائف وصواريخ على حي باب سبا واحتراق المنازل. وينكم يا عرب؟ وينكم؟ شوفوا بعيونكم العالم شلون عم تهجر بيوتها، صارت الاهالي بالبيوت. الله اكبر عليك يا بشار. باب سبا تقصف، حي المريجي بالصواريخ منذ الصباح، اكثر من 30 قذيفه رميت على الحي. اين انتم يا عرب؟ شوف البيوت شو صار فيها. حسبي الله ونعم الوكيل. 16/3/2012.